السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم أحبائي طلابي صف الأول؟ بخير والحمد لله، أحسنتم. في الفصل الدراسي الثاني سنأخذ في الحصة اللغة العربية درس جديد وهو عن الثلج. جميعنا نحب الثلج، نلعب فيه، نعمل رجل ثلجي، نلعب بكرات الثلج، نستمتع جميع العائلة، أليس كذلك؟ الآن سنبدأ بدرس الثلج بنص القراءة. أستمع وأردد، هيا بنا. نزل ثلج. نزل ثلج. لعب ثامر بالثلج. عمل جميل لعبة ثلجية. هتف الأطفال مرحبا بالثلج. أستمع وأردد مرة أخرى. نزل الثلج. نزل الثلج. لعب ثامر بالثلج. عمل جميل لعبة ثلجية. هتف الأطفال مرحبا بالثلج. نقرأ الجملة الأولى، هي نزل الثلج. ما الذي نزل يا أول؟ نزل الثلج، أحسنتم، إجابة كاملة. نزل الثلج، تساقط الثلج من ماذا؟ من السماء، وعبى إيش؟ وملأ المكان، وملأ المكان. نزل الثلج. قرأها، نزل الثلج. لعب ثامر بالثلج. لعب ثامر بالثلج. بماذا لعب ثامر؟ بماذا لعب ثامر؟ لعب ثامر بالثلج. لعب ثامر بالثلج، إجابة كاملة. عندما أسألك سؤال يجب أن تجاوب إجابة كاملة. لعب ثامر بالثلج. عمل جميل لعبة ثلجية. عمل جميل لعبة ثلجية. ماذا عمل جميل؟ ماذا عمل جميل؟ نقول لعبة ثلجية، صحيح لعبة ثلجية لازم، لكن يجب أن نقول إجابة كاملة. عمل جميل لعبة ثلجية. هتف الأطفال مرحبا بالثلج. هتف الأطفال مرحبا بالثلج. ماذا هتف الأطفال؟ ماذا قال الأطفال عندما شاهدوا الثلج؟ قالوا هتف الأطفال مرحبا بالثلج. وكأن الثلج زائر يزورنا ونرحب به ونقول له مرحبا وأهلا وسهلا. فقال الأطفال للثلج مرحبا بالثلج. نقرأ قراءة كاملة للنص كامل. نزل ثلج. نزل ثلج. لعب ثامر بالثلج. عمل جميل لعبة ثلجية. هتف الأطفال مرحبا بالثلج. الآن سنقوم بتحليل بعض الكلمات الموجودة في الدرس، وهي نزل، لعب، ثامر، عمل، جميل، لعبة، هتف، ومرحبا. كلمات التي لم نضع عليها دوائر، هاي لها قواعد أخرى سنشرحها فيما بعد. الآن سنحدد كلمة نزل. نزل يعني تساقط الثلج، اللي هو نزل الثلج. نزل الثلج. سنحلل مع كلمة نزل. نزل هي فعل ماضي. نزل هي فعل ماضي.
يتساقط؟ هل الثلج إلى الآن يتساقط؟ لا، الثلج تساقط وانتهى، الثلج نزل وانتهى، هنا قام الثلج بالنزول. فعل ماضي. فعل ماضي، خلص الثلج لساته طلعوا مع الشباك، لسه في ثلج؟ لا، الثلج ما في، خلص خلص نزل وخلص، فبنحكي عنها نزل هي فعل ماضي، نزل الثلج. طيب نرجع الكلمة الثانية اللي بدنا نحللها، لعب ثامر بالثلج، لعب ثامر بالثلج، بماذا لعب ثامر؟ لعب ثامر بالثلج، لساته بيلعب ثامر لحد الآن بالثلج ولا لعب وخلص؟ لعب وخلص. إذا ما دام هو الفعل اللي كان يقوم فيه ثامر انتهى وما بيلعب هو لحد الآن صح؟ وأنتوا نفسكم لعبتوا بالثلج لحد الآن بتلعبوا بالثلج؟ أكيد لا، أنتوا انتهيتوا من اللعب في الثلج، بنحكي عن شيء زي هيك، لعب، كتب، نزل، هاي كمان نحكي عنها فعل ماضي، نحكي عنها فعل ماضي، لعب وانتهى. نيجي على كلمة ثامر، ثامر هو اللي لعب بالثلج، مين اللي لعب في الثلج في النص اللي أمامي؟ في الدرس اللي أمامي هون، مين اللي لعب؟ حازم أم ثامر؟ ثامر لعب في الثلج. عنا عمل جميل لعبة ثلجية. شو عمل جميل؟ عمل جميل لعبة ثلجية، يعني راح جاب الثلج، مسك الثلج، كور الثلج على شكل كرات، وضع كرة كبيرة بالأسفل وكرة أصغر أعلى، وهذه اسمها ماذا؟ لعبة ثلجية، رجل الثلج اللي بنحط له زينة ونحط له حبات الزيتونة والجزرة وإيش؟ واللفحة، فهاي شو نحكي عنها؟ لعبة ثلجية، لحد الآن جميل يعمل لعبة ثلجية أم عمل وانتهى؟ عمل وانتهى، كلمة عمل هي فعل، كان يعمل لعبة ثلجية وانتهى، إذا نحكي عن عمل هي فعل ماضي، عمل فعل ماضي، خلص عمل اللعبة وخلص، هو لساته بيعمل باللعبة؟ خلص منها، إذا خلص منها بنحكي عنه هذا الفعل عمل فعل ماضي. هتف الأطفال مرحبا بالثلج، يعني كان الأطفال مبسوطين وفرحانين في قدوم الثلج، فهتفوا مبسوطين مرحبا بالثلج، أهلا وسهلا بالثلج، وعبروا عن انبساطهم بكلمة مرحبا بالثلج. لحد الآن الأطفال بيحكوا مرحبا بالثلج، وهو الثلج راح، خلص الثلج صح؟ إذا هتف الأطفال لما كان ينزل الثلج، كانوا يهتفوا ويحكوا هتف الأطفال مرحبا بالثلج، مرحبا بالثلج. إذا هتف أيضا هي فعل ماضي، أيضا هتف هي فعل ماضي. نراجع، نزل، لعب، عمل، هتف، نزل، لعب، عمل، هتف، قمنا بفعل وانتهى، هذا الاشي بنحكي عنه اسمه فعل ماضي، نحكي عنه اسمه فعل ماضي، قمنا بشيء احنا، هون احنا عملنا اشي، لما نزل الثلج نزل وخلص، لما لعب ثامر لساته ثامر يلعب بالثلج؟ لا، لعب وانتهى، عمل جميل لعبة ثلجية، لساته جميل بيعمل اللعبة لحد الآن بالثلج؟ لا، خلص خلص، إذا عمل هي فعل ماضي. هتف الأطفال مرحبا بالثلج، هتف الأطفال مرحبا بالثلج، هل الأطفال ما زالوا يهتفوا مرحبا بالثلج أم هتفوا وانتهى؟
هتفو وانتهى. لما يكون الشيء خلصنا منه هذا الاشي بنحكي عنه فعل ماضي، نحكي عنه فعل ماضي. الآن سنقوم بتحليل الكلمات التي موضوع عليها دوائر. الآن يا أول سنذكر فقط قبل التحليل بالثلج. انظر إلى حرف الباء الموجود هنا، حرف الباء الموجود هون كمان بالثلج. في عندي حرفين، إذا بتلاحظوا في عندي حرفين موجودين في كلمة بالثلج، هون كمان كلمة بالثلج. حرف الباء الموجود هون، حرف الباء الموجود هون بنحكي عنه حرف جر، بنحكي عنه حرف جر. كمان لما يكون حرف الباء الموجود هون بعد الكلمة، كمان هاي الحرف بنحكي عنه حرف جر، نحكي عنه حرف جر. بالثلج. هلا هاي للذكر، كمان فعل ماضي للذكر. كلمة بالثلج الباء حرف جر، والثلج اسم مجرور وعلامة جره الكسرة. لما يكون حرف الباء حروف الجر هما من إلى عن على في الباء اللام. هلا الباء حرف جر والثلج اسم مجرور، باء حرف جر الثلج اسم مجرور وعلامة جره الكسرة. فاهمين يا حبايبي؟ أول بالثلج الباء حرف جر والثلج اسم مجرور، باء حرف جر والثلج اسم مجرور. لما يكون حرف الإب متصل بكلمة زي هيك نحكي عنه حرف جر، يجر الكلمة اللي بعديها ويعطيها كسرة. بالثلج الباء حرف جر والثلج اسم مجرور، الباء حرف جر والثلج اسم مجرور. الآن سنبدأ بتحليل الكلمات الموجودة أمامنا. الكلمة الأولى هي نزل، نزل حكينا عنها هي فعل ماضي. نزل الثلج، نزل هي فعل ماضي. انظر إلى كلمة نزل، حروفها متحرك متحرك متحرك. نزل، تقطيع صوتي، نقرأ الحروف أولا. نزل، نزل. على أي قاعدة يا أول؟ قاعدة كل متحرك لوحده، كل متحرك لوحده. يعني أنا عندي حرف الإن عليه فتحة، حرف الإز شو عليه؟ فتحة. حرف الإل كمان عليه فتحة، بصير أحط الإن مع الإز؟ ما بصير. أحط حرف الإن لوحده وحرف الإز لوحده وحرف الإل لوحده، فصارت نزل، نزل. وأيضا كلمة ثانية هي كلمة لعبة، كلمة لعبة، لعبة أيضا متحرك متحرك متحرك. لاحظ كيف يا أول، حرف الإل عليه حركة، حرف الإع كمان عليه حركة، وحرف الإب عليه حركة. كل حرف متحرك لوحده، كل حرف متحرك لا عين باء. القاعدة اللي بعديها ثامرون، ثامرون على نفس الشكل متحرك متحرك متحرك. لا فكر فيها يا أول، ثامرون اقرأها، اقرأها بالصوت تعرف تقطعها مقاطع. ثامرون، ثا حطينا حرف الإف مع الأ لأنه حرف المد يمسك بالحرف الذي قبل ثا، ثا الإن عليها كسرة والأر عليها تنوين ضم، إذا متحرك متحرك. أحطهم مقطع واحد أو كل واحد لحال؟ ممتاز، كل واحد لوحده. ثامرون،
كلمة هتف. هتف متحرك متحرك متحرك، كل حرف لوحده. كل حرف ها تا فا. ها تا فا. كلمة عميلة. عميلة تقطيع صوتي، المفروض تكون تقطع صوتيا وتقرأ الكلمة عشان تعرف تحللها، عدا انك تعرف على قاعدة متحرك متحرك متحرك. ع مي لا ع مي لا. حرف العين لوحده ع مي لا ع مي لا. كلمة جميل. جميل. ج متحرك. ليش ما مسكت معها حرف الام؟ لانه حرف الام بيمسك الحرف المد الاي. حرف الاي حرف مد يمسك بالام، اذا صفت لحالها الاج. ج مي لون. ج مي لون. كلمة لعبة. لعبة متحرك وساكن. لعبة متحرك وساكن، كل حرف متحرك يمسك بالحرف الساكن. كل حرف متحرك يمسك بحرف ساكن يصبح مقطع واحد. لعبة. حرف الإب على فتحة. حرف التاء على تنوين فتح، إذا أصبحت متحرك متحرك. لعبة تن. لعبة تن. الكلمة الأخيرة هي كلمة مرحبا. كلمة مرحبا. حرف الإم متحرك، حرف الراء ساكن. متحرك وساكن شو حكينا عنهم؟ مقطع واحد. متحرك وساكن مقطع واحد. مر مر ح لحالها. بن مر ح بن مر ح بن. هيك بنكون حللنا كلمات الدرس اللي اخذنا القواعد لهم. شكرا لحسن استماعكم. الان يا اول، بعد قراءه الدرس وفهمه وتحليل كلماته سنختار الاجابه الصحيحه شفويا. هتف الأطفال مرحبا بالصيف أم مرحبا بالثلج أم مرحبا بالربيع؟ هتف الأطفال مرحبا بالثلج. أحسنتم. عمل جميل كرة ثلجية أم عمل جميل لعبة ثلجية أم عمل جميل طائرة ورقية؟ عمل جميل ماذا؟ عمل جميل لعبة ثلجية. الآن سنتعرف على أتحدث وهي الصور الموجودة للدرس. انظر إلى الصورة التي أمامك، الصورة الأولى. ماذا تشاهد في الصورة يا أول؟ أحسنتم. أشاهد في الصورة أن الثلج نزل. انظر إلى الصورة، صورة أطفال موجودين على الثلج. إذن نزل الثلج. انظر هاي داخل الصورة يظهر نزول الثلج. نزل الثلج. أحسنتم. ماذا يفعل الأطفال في الصورة مع نزول الثلج؟ أحسنتم. لعب الأطفال أو لعب ثامر بالثلج مع أصدقائه. لعب ثامر بالثلج مع أصدقائه. انظر إلى جميل. هذا جميل. ماذا عمل جميل؟ عمل جميل لعبة ثلجية. أشاهد في الصورة جميل يعمل ماذا؟ لعبة ثلجية. ماذا تشاهد في الصورة الأخيرة يا أول؟ أشاهد أطفال
نفس الأطفال يلعبون في الثلج، انظر إلى وجوههم مبسوطين وفرحانين، مع ملاحظة إنهم مدفئين، شايفين كيف لابسين ملابس شتوية دافئة، ومع هذا يهتفون. ماذا يقولون؟ هتف الأطفال مرحبا بالثلج. إذن أشاهد في الصورة أطفالا يلعبون ويمرحون ويفرحون بالثلج ويهتفون بإيش؟ بمرحبا بالثلج.